والشيوخ ديل احنا نبشرك الحلقة دي ما بتكلم فيها الا زور راجل والله ده كوراك ساي وهابية وما وهابية كاتمين نفسك انت ما جيت خشيت عرفت الحاصل زي الزول اللي بيلعب جنب المكنة كرر مد اصبعه لقاه ماف بقى يكورك اوك وهابية انتهيت يا زول والله ادوك هنا 6-0 في المحل دي ولا وين ادوك 6-0 وانتهيت والمحل دي ما يتكلم فيها الا ناس رجال ناس ما بخافوا الا من الله ومن هنا يتحدى الشيوخ من الحاج يوسف ليه جبال بني شنقول اللي يجي يعوجوا خشمنا تقدر اعوج الخشم ده تقدر فكي ما عنده اي شيء والله ما عندك اي شيء واي زول يرجف من الكلام ده يراجع دينه ويراجع ايمانه قال ابو ده الهروي ابو اسماعيل رحمه الله تعالى شيخ الاسلام قال عرضت على السيف 5 مرات يودوني دنقروا رقبتي دار يقطعوا رقبتي في النهاية بالسيف قال عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك وإنما يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت نازل أصلا نسكت نكشفهم كذا عشان الله يرضى والله ديل قدر ما يتكشفوا البنزين أموره بتوضح والله تكشف الصوفية تردمن وجماعة ديل عباد البشر أمورك كلها بتوضح يا أخ الله قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو عندك في الدنيا دي شيء عايش عشان غير التوحيد وغير الدعوة راجع نفسك والله راجع نفسك الدنيا دي على زوال يا أخي اعمل لله تعالى يا وحد الله جل وعلا قال لك فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ناس يسووا غير الله بالله الله بيعلم الغيب والفكي بيعلم الغيب فكي كذاب يعلم غيب شنو ما عنده أي شيء تمش تقول له الفكي والله أنا الليلة قروشيتي شوية جيتك دار عرف الرائحة وقروشيتي شوية أقول لك عندك كم وإنت وقت ما عارفة كم إنت عارف الرائحة وين إنت فكي بليد ما بتفهم والله الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال الله تعالى في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب شكي قال لك بل هم قوم يعدلون الله يعلم الغيب والشيخ يعلم الغيب الله يدي الجنة والفكي يدي الجنة في فكي يدي جنة قالوها في كتب أوعك تقول كذبنا عليهم قالوها في كتب كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد أوك إلى آخره عشان كذي نحن ديل بندروش ونزل الله يتقبل تاني سو غير الله بالله في الدعاء زول يا أخي عتر بل ينادي الله الخلق الكون تلقى ينادي في الفكيه يا فلان الحقنا وافزعنا طيب أنا ناديته وداك ناداه من بحري وده ناداه من أم درمان وداك ناداه من أم بدة وده ناداه من الجزيرة كلهم في كربة إلحق منه ويخلي منه الفكي ده يمشي عليه وين إلحق ديل وطيب ديل يمشي وين لكن تنادي الله الخلق الكون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وأنا الكلام يطول لكن دار أختم لك أسألكم بالله يا ناس كلكم حصل يوم واحد فينا جينا المحل دي أو من أخواننا حصل يوم جاء قال أبقوا وهابية ولا سجلوا اسمكم معانا ولا اللي بحب النبي ادفع في الكيس ده ولا لا 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 اللي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم نحن بنقبل الهدية جيبه حصل يوم حصل قلنا أبقوا أنصار سنة
حصل قلنا ابقوا صوفية ابقوا وهابية ابقوا اخوان مسلمين، والله الذي استوى على العرش يعلم الله ويشهد اننا نريد نجاة الخلق. والله ما دارين شيء، دارين الرمتالة ارجعوا لي الله، والسكارة ارجعوا لي الله، والحيارة ارجعوا لي الله، والزول اللي بيعبد يعبد الله بالنظيفة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم